غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. أنا أتكلم معكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ونعمة. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. أنا شايف اسم حضرتك. معك يا أبو مريم، بتكلم من أمريكا من نيويورك. كنا عاوزين ناخد بركة ونتكلم مع الدكتور داود رياض لو في إمكانية. اوكي، بس انا خليني اشوف البرنامج دلوقتي. بس اديني اسم حضرتك تاني. اسمي ابو مريم. اوكي، طب رقم تليفون حضرتك ايه؟ انا مش سامعة. نعم انا بتكلم من سكايب يا فندم. رقم تليفون حضرتك ايه؟ انت محتاج رقم تليفون ليه يا فندم؟ رقم انت محتاج رقم مش باين عندنا. ايوه انت محتاج رقم تليفون ليه؟ انت محتاجيه ليه يعني؟ انا عاوز اتكلم مع الدكتور. انت محتاج رقم التليفون ليه؟ ايه انت محتاج رقم التليفون ليه؟ الخط بيقطع. لا الخط ما بيقطعش، الخط كويس. انت محتاج رقم التليفون ليه؟ انت محتاج رقم التليفون ليه؟ رد عليا حضرتك يا مدام. انت محتاج رقم التليفون ليه؟ اتفضل. انا بسال حضرتك انت محتاج رقم التليفون ليه؟ انا عاوز اتكلم مع الدكتور داود رياض. انت محتاج رقم التليفون ليه؟ اتفضل. ممكن يكلمه لو تكرمت. حضرتك ايه؟ نعم يا فندم. اسمك ايه؟ قلت لحضرتك اسمي وسام عبد الله. انا مش سامع اسم حضرتك لو اسمي تكرمت. وسام عبد الله. وسام عبد الله. وسام؟ ايوه وسام عبد الله. اهلا اهلا بيك. اهلا وسهلا يا اخ وسام. خليك معايا ثواني. اوكي. حضرتك عايز تدخل مداخلة في انه برنامج؟ في برنامجين دلوقتي شغالين. لا انا عاوز اتكلم مع الدكتور رياض، مش عاوز ادخل مداخلات. انا عاوز واحد اتكلم معاه. لو هو مش موجود شوفي لو في حد. مع دكتور مين؟ داود رياض. انا بحاول افهم حضرتك عايز تتكلم مع الدكتور مين؟ يا فندم انا قلت اكتر من مرة الدكتور داود رياض. داود رياض لو مش موجود هل في شخص مذيعين ممكن يعني؟ هل ده برنامج شغال دلوقتي وعرفت؟ لا يا فندم مش برنامج يا فندم. يا فندم انا عاوز اتكلم مع واحد من مذيعين مش برنامج. عندي استفسار معين. في امكانية لو تكرمتي؟ انا ما عندناش رقم الدكتور داود رياض. طيب مين موجود الان ممكن عندي استفسار استفسر منه؟ مين موجود؟ اوكي لو تقول لي حضرتك عايز تتكلم في ايه اشوف مين ممكن يساعدك. يا فندم عاوز اتكلم في واحد بيتصل بقناه مسيحيه، عاوز يتكلم حضرتك في ايه مثلا؟ هيسال مثلا لما مؤاخذه على سعر البطاطس والطماطم؟ هيسال واحد بيتصل في قناه مسيحيه هيسال على ايه؟ هيسال هيبقى موضوع السؤال على ايه؟ يعني بصراحة تصرفك غريب جدا، يعني تصرفك غريب جدا جدا، طريقتك في قمة الغرابة. هسأل فيه انا؟ هسأل لما اخذ سعر البصل كام؟ سعر الطماطم كام؟ هسأل فيه انا؟ طب انت ممكن اسألك استفسار اذا كنت انت مش عاوزاني اتكلم مع حد؟ ممكن حضرتك تردي؟ انا ما قصدتش حاجة، انا بسأل حضرتك. انا ما انا بقول لحضرتك عايز تتكلم مع اي حد، مع مين عشان احولك؟ يا فندم انا قلت لك يا فندم يوسف داود رياض او الدكتور داود رياض اللي موجود. لو مش موجود لو في احد من المذيعين الافاضل انا عندي استفسار عاوز استفسر منه. انا مش عارف انت بتعملي معايا تحقيق زي ما يكون في نيابة ولا اسم شرطة. انت فاتحة لي تحقيق ليه بس؟ امال فاتحين القناة ليه حضرتك؟ القناة مفتوحة ليه؟ حضرتك بس اهدى شوية. انا كل اللي عايز اعرفه مين دكتور يوسف داود رياض؟ ما عندناش رقم وهو مش موجود بالكرم يا فندم. مش مشكلة. اللي بتكلم مين تاني؟ لا اي اللي موجود اي واحد من المذيعين. طيب خليك معايا خليك معايا. اوكي اخيرا اضيع الفلوس بتاع السكايب على نقعد ننتظرها سبع دقايق بالظبط. سبع دقايق بالظبط عاملين لي تحقيق. سبع دقايق دي قناة الكرمة احد القنوات التنصيرية. قناة الكرمة احد القنوات التنصيرية. سبع دقايق. حاول مرة تانية. ايوه
لا اصبر، ايه ضاع الفلوس على الفاضي ليه؟ اصبر. زي ما ارسلني الاب للعالم. انا في الكرمة. ايوه يا فندم، انا على الانتظار بقالي 7 دقايق الان. مش معقول كده، doesn't make sense. يعني ما اعرفش انت حضرتك ولا مين قال لي خليك على الانتظار. ايه مش معقول كده، طلبت اتكلم. مرات في الانتظار لسه اكثر من هيك اخوي. مين حضرتك؟ انا اسمي ابو مريم، كنت كان عندي استفسار، قالت لي سواء اديك حد يرد عليك. 7 دقايق ما حد رد علي. لو في امكانية حضرتك، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك، يعني نصلي لك. يعني لو في ايه، هل الدكتور داود رياض موجود؟ لو مش موجود، هل في ناس واحد من المذيعين الافاضل عنده استفسار يرد عليا؟ لو في امكانية، ولا لو سمحت يعني. اوكي، مين قصدك داود رياض؟ مش فاهم عليك حضرتك. انتوا مش عندكم مذيع اسمه داود رياض ولا انا غلطان يا فندم؟ لا، معناه داود رياض. احنا طيب، في امكانيه لو تكرمت، ربي يباركك، يعني في حد من المذيعين الافاضل عنده استفسار عاوز استفسر منه، لو تكرمتي. عشان مش معقول كده، ضيعت بتاع 10 دقايق فلوس على الفاضي. طيب حضرتك مش فاهم عليك، عاوز تستفسر على شو؟ مش فاهم عليك. انا حضرتك قناه مسيحيه وانا بتصل، يبقى تفتكر حضرتك بستفسر عن ايه؟ يعني حضرتك عاوز تشارك بالبرنامج مع الاخ اندرو قصدك؟ نو يا فندم، انا عاوز واحد اكلمه عندي استفسار، مش عاوز ادخل على برنامج. بليز بور فابور سيلفو بلاي. اي واحد موجود الان، لو حضرتك ممكن ترد، ردوا انت، مش مشكله، ممكن ترد انت طالما مفيش حد عاوز يرد. طيب قول لي حضرتك ايه سؤالك؟ انا اولا انا بشكرك على ادبك وسعه صدرك. انا اسمي ابو مريم. ممكن الاول ناخد بركه ونعرف اعرف مين معايا الاول لو سمحت؟ الاخت نوال مع حضرتك. انا سيدة نوال، رب يباركك ويبارك تعب محبتك. تقريبا من لهجتك من الاردن لو انا كلامي صح ولا غلطان؟ مظبوط. شفت بقى، عرفت الاردن ناس طيبين محترمين. سيدة نوال، انا بس رب يباركك، انا عندي استفسار بسيط. يعني الرب يسوع بيقول في الانجيل ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، تمام؟ الموضوع ده كرره اكتر من مره، وبرضه الذي عنده وصاياي احفظها هو الذي يحبني، ومره تانية يقول ان حفظت وصاياي تثبتون في محبتي. اخر شيء قاله قبل الصعود قال علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. طيب، فالمفروض احنا لا نكسر وصايا يسوع، لان دي وصيه. وبعدين هو بيقول لاني من استحي بي وبكلامي فهذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاب مجد أبيه. وطبعا يسوع كمان بيقول إيه؟ كرر الكلام ده في إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، السماء والأرض تزولان وكلام العزيز. الآن حضرتك الآن من ضمن وصايا يسوع بيقول في إنجيل متى الإصحاح 5:38، سمعت أنه قيل عين بعين وسن بسن، وإما أنا أقول لكم لا تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد مضبوط، ومن أراد أن يخاصمك وأخذ ثوبك فاترك له الرداء. تمام حضرتك؟ حتى الكلمة باللغة اليونانية ثوب شيتون بتاخد يوناني 5509 وتعني الرداء الخارجي، وكلمة الرداء بتاخد باليوناني 2440 وتعني هيمتون وتعني الرداء الداخلي. طب الآن حضرتك هنا، الآن حضرتك كمان يسوع بيقول لك إيه؟ ومن سخرك ميلا فازر معاه اثنان، ومن سألك فأعطيه، ومن أراد يقتض منك فلا ترده. سمعت أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وإما أنا أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسعون إليك. يبقى إحنا عندنا وصايا يسوع، وإحنا المفروض ما نكسر الوصية. السماء والأرض تسمع كلامك، ومن كان ممتاز، ومن يستحي به كلامي امام الناس استحي به امام الاب. طب ممتاز. الان حضرتك من ضمن الوصايا ان هي احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا مبغضيكم، وصلوا اجل الذين يسيئون اليكم. ومن ضمن الوصايا قيل لكم عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. الان حضرتك نفترض واحد
دخل بيته اتلقى فيه انسان شرير بيقتل احد من اولاده، هل هيكسر الوصيه ويقاوم الشر ولا ينفذ الوصيه ويباركه؟ اسمع منك رد يا سيدنا نور. طبعا انت لما تشوف شخص مثلا بدي يأذي عيلتك مش رح يعني تسكت له، مثلا مش احنا من بنقول لك تذبحه مثلا يموت، لا لا لا, لا ويت حضرتك، اللي انت بتقولوه اللي انت بتقوليه حضرتك بيخالف النص، النص هو لا تقاوم الشر، لا دو نوت ريزيست ايفل، لا تقاوم، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر، حتى يسوع بيقول من اراد ان من اراد ان يخاصمك واخذ ثوبك فاترك له الرداء، وقلت لك كلمه ثوب الرداء الخارجي باليوناني وكلمه الرداء الرداء الداخلي، يعني اللي عاوز الخارج اديله الداخل، فازاي انت هتوقفه؟ توقفه ازاي؟ باركوا لعينيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. انت توقفيه بقى قوم الشر؟ دي كسر الوصيه. دي كسر الوصيه. واما انا اقول لكم لا تقوم الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر، ومن اراد ان يخزمه خذ ثوبك فاتركه الرداء. واما انا اقول لكم احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا مبغضيكم، وصلوا اجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. اذا حضرتك هنا الموقف هنا، لو انت قومت الشر يبقى انت بتكسر الوصيه، المفروض حسب وصيه يسوع باركوا لعينيكم، احسنوا مبغضيكم، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. لكن حضرتك تقول هتوقفيه، لا هتوقفيه ما ينفعش. يبقى كده امال فين بقى السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول؟ فين لمن استحى بي وبكلامي؟ ما هو كلام يسوع، لمن استحى بي وبكلام في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فان ابن الانسان يستحي به متى جاء بمجد ابيه. احنا كده بنكسر الوصيه. يسوع بيقول في انجيل يوحنا 14:15 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. يسوع يقول في إنجيل يوحنا 14:21 الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. هنكسر الوصية؟ إنجيل يوحنا 15:10 إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. انجيل متى 28:20 علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. انجيل يوحنا 12:48 من ردني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخر. ماذا الكلام اللي اتكلم به؟ لا تقوم الشر، من لطمك على خدك الايمن تحول الله الاخر، احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا مبغضيكم. يبقى انت هتقاوم الشر، يبقى انت كسرت الوصيه. يا سيده نوال، يبقى المفروض نعمل ايه؟ نكسر الوصيه ولا ننفذ الوصيه؟ شوف اخوي اسمعني، هو مظبوط انه احنا ما نكسر الوصيه، وصايا الرب ما نكسرها، بس الرب مش قصده انه يعني مثلا واحد جاي يأذي عيلتك او واحد عمل معك شر مثلا تيجي انت تسكت له. طبعا سيدة نوال اللي حضرتك بتقوليه مش موجود في النص يا سيدة نوال. النص بيقول لا تقاوموا الشر يا سيدة نوال، لا تقاوموا الشر. اللي انت مش بتقوليه انا فاهم الموقف بتاعك ده ضد الفطرة السليمة. الفطرة السليمة ترفض واحد يدخل البيت تلاقي واحد بيذنب امه او اخته او بنته او حتى ابنه، طبعا الفطرة ترفض، لكن ده يخالف تعليم يسوع. اللي بتقوليه مش موجود في النص. النص بيقول لا تقاوموا الشر، لا تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. لا مؤاخذه مع احترام لسعادتك يا فندم، يعني واحد بيزني لا مؤاخذه تعرض عليه شخص تاني. من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر. النص ما بتقولش ما تقاوم الشر، الناس لا تقاوم، دو نوت ريزيست ايفل. اللي انت بتقوليه مقاومه، اللي انت بتقوليه مفهوم. لا مش مقاومه، لا مش مقاومه، لما انا اوقف الشر هاي مش مقاومه، ليش انا راح اذبحه؟ ممتاز، جميل جدا جدا، انت مش وقفت الشر؟ مش لازم اوقف الشر. ممتاز، يبقى انت برضه عصيت وصيه يسوع لا تقاوم الشر. لا لا هتوقف. لا هاي مش عصيه. طيب لا انا اثبت لك الكلام دلوقتي. انا لو واقف قدامك الوقت ولطمتك على خدك الايمن حسب الوصيه تعمل ايه؟
بدي عاوز افهم من حضرتك ليش لطمتني على خدي. لا بدي افهمك الغلط اللي انت عملته. النص ما بيقولش كده، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. النص ما بيقول كده. لا النص ما بيقولش كده يا سيدة نوال، النص ما بيقولش كده. الله يخليك، افهم الكلام كده، تحول الكلام كله تحويل. انا ما بحول يا يجي حد يضربك اسكت له مثلا، يعمل اللي بده اياه. يا سيدة نوال الكلام اللي بتقول، ما بعرف ليش انت بتحول. يا سيدة نوال انا ما بحولش الكلام اللي انت بتقولي عليه، انا متفق معاك 100%. ايه المنطق والفطرة السليمة بتقول كده، لكن انت كده بتخالفي وصية يسوع. كلامك صح. لا لا ما تقوليش لا، لا تقام الشر. لا انا ما بخالفش الرب، هو عاوزني اوقف الشر. لا ما قالش الكلام. فين النص اللي بيقول ما اوقف الشر؟ اديني النص. انجيل ما هي هيك معناها انه وقف الشر. لا يا فندم مش تقابله النص اللي عمله. النصوص ما فيهاش عصمة. النص ملوش احترام. احنا هنقلف يا فندم، هنفكر على مزاجنا. تاني انجيل متى 5. اخوي ايه رقم تليفونك؟ نخلي حدا يكلمك، بيكون يعني يكون يعرف يتجادل مع حضرتك بهذا اللي بتتكلم فيه، لاني انا هلا انا متاسف يعني معيش وقت عشان التليفونات. طيب. انا اقول لحضرتك حاجه، لو تكرمت الرب يباركك ويبارك تعب معبدك، اديني رقم تليفون واحد عنده علم وانا اتصل بيه اساله. شوفي مين حضرتك عنده علم وانا اتصل بيه. مين؟ احنا ما بنقدرش نعطي رقم تليفون اي لحد، اعطيني انت اللي متصل، اعطيني طيب. رقم تليفونك وانا بعطي رقم تليفونك لحد يكلمك. طيب. وتفهم من اللي راح يكلمك. افهم ايه النص؟ هو واضح افهم ايه؟ هيقول كلام مش موجود في النص. لا طبعا لا لازم تفهم. سيدة نوال سيدة نوال سيدة نوال سيدة نوال بس الرب ما بيقول قابلوا الشر بالشر. يا سيدة نوال النص ما بيقولش كده، اللي بتقوليه مش موجود في النص. سيدة نوال عندك من الناس الافاضل اللي يقدر يرد يا سيدة نوال، بس عشان ما نضيعش الوقت. مش مضبوط يبقى كلام يسوع. انت بتستحي من كلام يسوع، دي مشكله. لا كلام لا بتستحي منه. انا بستحيش من كلام لا يسوع. لا بتستحي طبعا. لا 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 بتستحي كلامه على راسي وعيني. انت بتستحي منه. لا بتستحي الشر. لا 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 لا, لا تقاوم الشر. لا تقاوم الشر. طب يا مدام متشكرين جدا، في امان الله، بس راجعي نفسك لان هذا الكتاب بيدعوك الى والعياذ بالله. انت المفروض اللي انت بيقول لك من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. انت المفروض واحد يدخل بيته يتلاقي واحد باذن بمراته يديله بنته يديله ابنه. الكتاب بيقول كده، لا تقاوم الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول له. الكتاب بيقول كده، قيل لكم عين بعين وسن بسن. اما انا اقول لكم لا تقاوم الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. بقول لك من اراد ان يخثمك واخذ ثوبك. ثوبك باللغة اليونانية، بتاخد باللغة اليونانية جي يعني يوناني 5509، والكلمة تعني الرداء الخارجي. وبعدين فاتر كلها الرداء، كلمة الرداء باليوناني بتاخد باليوناني 5524240، والكلمة تعني الرداء الداخلي. يعني اللي طلب البنطلون اديله لما اخذ الاندروير. مش كلامي انا ده، كلام يسوع يا مدام. والله مش عاجب الكلام اطلع من الدين ده، ارفض الدين واطلع منه. شكرين يا مدام. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يصلح نيتنا جميعا نكون خالصة لوجه الله. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان.